بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلل من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وخروجين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وزر ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مقطوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنساء وجعلناهن أبكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وهميم والزر من يهموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على الهنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
نحن قدرنا بينهم الموت وما نحن بمسبوقين، ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم المسألة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرشون، أأنتم تجرؤونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فجعلتم تفكهون، إنا لمكرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتسألون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلم لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتسلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.